معاكم، هنستعرض مع بعض أسطورة تلتيكي تيكي اليابانية. أسطورة تلتيكي تيكي اليابانية هو شبح لامرأة شابة وقعت على خط السكك الحديدية وقطعت مناصفة بالقطار المقترب، والآن روح حاقدة تحمل منشارا وتتنقل إما على يديها أو المرفقين وبسحبها الجذع العلوي محدثة خربشة أو صوت تيكي تيكي. فإذا صادفت أي أحدا في الليل ولم يكن الضحية سريعا كفاية فهي سوف تشرحه بالنصف من عند الجذع لكي تقلل تشويهها ويصبحون هم أنفسهم تيكي تيكي أحيانا. كان ظلام الليل شديدا والشوارع خالية وهادئة، وكان ذلك الفتى يسير إلى منزله وحيدا ويشعر بقلق بالغ، فالمكان هنا مخيف. أخذ يسرع من خطواته ثم لمح فتاة تنظر إليه من إحدى النوافذ واضعة يديها على خدها، وحين نظر إليها سألته: هل أنت ضائع؟ وقبل أن يستطيع جوابها قفزت الفتاة من النافذة، فتجمد الفتى في مكانه من الرعب، فنصفها الأسفل غير موجود، وقبل أن يتمكن من الصراخ قطعته إلى نصفين. هذه الفتاة الشريرة هي في الحقيقة من الأرواح الحاقدة، وهي الأكثر ضررا بالإنسان حيث أنها تلاحقه لرغبة واحدة، وهي أن تجعله مثلها. ويقال أن بطلة قصتنا تيكي تيكي كانت فيما مضى فتاة جميلة سقطت فوق سكة الحديد، فجاء القطار وقطعها نصفين، فعادت روح الفتاة للانتقام، ربما لأن أحدا لم يساعدها حينما وقعت على السكة الحديدية. ويعود سبب تسميتها تيكي تيكي إلى الصوت الذي تصدره حين تقوم بجر نفسها على الأرض وهي تحمل معها منشارا تقسم به الضحية نصفين. وهناك أسطورة يابانية مشابهة تحكي عن فتاة تدعى كاشيما رايكو، واسمها هو اختصار لجملة الشيطان الميت ذو القناع. ويقال أن بعض الرجال اغتصبوها وعذبوها بشدة، وعندما حاولت البحث عن من يساعدها سقطت مرهقة فوق سكة الحديد، فأتى القطار وقسمها نصفين. وروحها تظهر في المراحيض العامة تسأل: أين قدماي؟ فإذا أجبت إجابة خاطئة سينتهي بك الأمر مقطوعا إلى نصفين، فعليك أن تخبرها أن أقدامها في محطة معيش للسكك الحديد. وإذا سألتك من أخبرك فأجب قائلا: كاشيما رايكو هي من أخبرني، فربما تتركك وشأنك. وبكده تكون انتهت أسطورة التيكي تيكي اليابانية. استنونا في قصة جديدة من ويك.